عشان بالنسبه لنا حنا هذا شرف لينا والحمد لله هنيئا لجميع المغاربه بهذا التتويج هذا. وكنبغي نقول بان حنا فرحانين صراحه, فرحانين وفرحه كبيره, واليوم كيبقى تاريخي حتى كمشجع لفريق الرجاء البيضاوي صراحه, وكرجاوي ومشجع للرجاء حتى هي. اليوم كنا صراحه عشنا على 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 صراحه عشنا الاعصاب. وهي مقابله جينا نهضروا من الناحيه التقنيه, كانت مقابله مفتوحه لان كنجي نشوفوا اربعه ديال ثمانيه ديال الاهداف, كتبان بان المقابله كانت مفتوحه, ما كانش مقابله تكتيكيا سيري. وكنهنئهم اول حاجه قبل ما يديوا هاد التتويج, قبل ما يفوزوا به كنهنئتهم باش لانهم وصلوا لا فينال. وطبيعة الحال بان اللقب كيحمل واحد الاسم اللي غالي علينا هو محمد السادس نصره الله, وخاصه هنا تلعب هنا لا فينال تلعب هنا كان خصو يبقى هنا. وكنبغي نشكرهم وكنشكر جميع المكونات فريق الرجاء البيضاوي.